اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء مشاركة المباشرة على تطبيقكم تيليجرام. نقوم بالضغط على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط على الإعدادات المحادثات، بعدها سوف نقوم بنزول الأسفل والضغط على مشاركة المباشرة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل مشاركة المباشرة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.